السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. كريت هذا الكونت هذا ديالي، ما عمرني درت لايف، ما عمرني خرجت شي لايف، ما عمرني تكلمت شي حاجه، ما كنبغيش ندخل في الخصوصيات تاع الناس. ولكن الاخوان، اقسم بالله الجليل، إلا حشومة وعيب وعار، حشومة وعيب وعار. نبقاو كنتشفاو في الناس، ونبقاو كنضحكوا على الناس، ونبقاو كنقولوا شي حوايج في الناس اللي راه عيب، راه حشومة وعيب وعار. شوف، نكون معكم صريح ونكون معكم واضح بدون لغات الخشب، ونكونوا كلارين تاع الإخوان. من البارح، منذ انتشار تاع الخبر نتاع الاعتقال او التوقيف نتاع دنيا باطمة، اقسم بالله الجليل الاخوان، داكشي اللي شد الا يندلو الجبين، عيب وعار حشومة. انا شوف الاخوان، انا هاد السيدة راه ما بيني وبينها غير الخير والاحسان، دنيا باطمة ما بيني وبينها غير الخير والاحسان. ما كتعرفني، ما كنعرفها، ما عمرها جبدتني، ما عمرني جبدتها، ما حتى شي حاجة، ولكن كتبقى مغربية، كتبقى فنانة، كتبقى أم بدرجة الأولى، كتبقى أم عندها وليدات. هادشي كامله الإنسان ما كيراعيش ليه، ما كياخدوش بعين الاعتبار. بمجرد أنه تم الإيقاف ديالها، توصلت بواحد الكم هائل تاع الرسائل. كاين، باش ما نعمموش، كاين إخوان اللي كيضامنوا كيدعيو معاها، كيقولوا الله يفرج عليها، الله يصبر وليداتها، الله يصبر والديها. وبالدرجة الأولى الوليدات نتاع دنيا، لأنه أنا عشت هذيك التجربة، عشتها لمدة ديال سنتين. لأنه البعد نتاع الأب على الأبناء ديالو راه صعيب بزاف، لأنه الوليدات راه كيمرضوا نفسانيين. بنيتي أنا مرضات وتبعت لها عن طبيب نفساني، الحمد لله دابا راه بخير وعلى خير. بالله عليك، هذوك الوليدات اللي عندهم ارتباط بالام ديالهم ومتمسكين بها، وهي الاب وهي الام ديالهم، راه صعيبه شي شويه. هنا كنشوفوا حتى البارح واليوم الصباح لقيت انه الناس كيروجوا بانه تصاب بشي انهيار، مرضات كذا 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 كذا. درت اتصالات مع الناس قرب ليا كيعرفوا شنو كاين وداك الشيء، سولت قلت لهم اودي كيفاش الحاله ديالها، كيقول لك اودي الحاله ديالها مسكينه راه مزيانه، جات البارح بالليل مشات الجناح المخصص للحجر، لانه قبل كنتي كدوز 15 يوم ديال الحجر، دابا وليتي كدوز يوم تاع الحجر. من بعد كتمشي، مشات دابا الجناح رفقه باقي النزلاء تما. وكل صراحه والله الاخوان، الا السيد كيقول لي بانه لقات تعاطف وتضامن مع النزيلات داخل المؤسسه السجنيه، النزيلات اللي معاها حاليا في الغرفه ديالها، كل شيء متضامن معاها، وكل شيء كيواسيها، وكل شيء كيحاول بانه يرفع لها من المعنويات ديالها، ويرفع لها شي شويه من القوه ديالها. حنا كنعرفوها انسانه قويه، صمدات 4 سنين، راه ما غاديش تغلبها هاد الفتره هادي. الله يجعل ربي يفكوا حلتها، الله يجعل ربي يطلق سراحها، الله يجعل ربي يدير ليها من ضيق طريق. انا كندعي معاها من قلبي، لانه ما دارت لي حتى شي حاجه، انا ملفي فقنت وملفاية فقنت اخر، ما كان عندنا حتى شي علاقه سواء في الملفات اللي عندنا حنايا، اكثر من 5 الملفات في هذه القضيه، كل واحد عنده ملف. انا دنيا ما كانت في ملفي، ما حتى شي حاجه. وخير دليل على هذا الشيء الاخوان، انه ملي استمعوا لي الفرقه الوطنيه سولوني على دنيا، قلت لهم ما كنعرفها، وراني بينت بالوثائق التصريح ديالي، اي واحد كيشكك في هذه الاقوال ديالي نزودو بمحضر الاستماع ديالي ويشوف بعينيه. انا ما بيني وبين دنيا هي الخير والاحسان. انا بشوف، ماشي كنقول لكم ضد العقاب ولا ماشي حاجه، حنا كنمتثلوا القضاء، وكنمتثلوا التعليمات تاع القضاء، وكنمتثلوا الاحكام الصادره على القضاء. غير هو كي كنقول، عاود نقولها، من جانب الانسانيه ومن جانب الرافه والرحمه بهذوك الوليدات، كنطلبوا ليها بالفرج، كنطلبوا ليها بالفرج. هي كمواطنه مغربيه عندها بطاقه وطنيه، عندها جواز مغربي،
كتهز الدرابو نتاع المغرب. كنطلبوا من الله انه يعجلها بالفرج، وحتى هي من حقها انه تمتع وتنعم بالعفو الملكي السامي، لانه كتبقى مواطنه مغربيه. وجلاله الملك محمد السادس نصره الله راه ما كيبخلش على الرعايه ديالو، جلاله الملك نصره الله راه ما كيبخلش على الرعايه ديالو، وربي غيستجب للدعاء والنداء نتاع المواطنين باش يعجل باطلاق سراح هذيك السيده، لانه كنعاود نقولها راه بالدرجه الاولى كتبقى ام، راه بالدرجه الاولى كتبقى ام، زائد انها مغربيه، زائد انها هذيك السيده كيف ما كان الحال راه نعاود نقولها غلطت، نطلبوا ليها الصفح والمغفره، دارت شي حاجه كتبقى خطنا. الانسان هو اللي كيتراجع، الانسان هو اللي كيتدارك، ربي غيرد لها عقلها، ربي غيدير لها شي مسلك ديال الخير، والله اعلم، الله اعلم. الى هذا الاعتقال هذا كان ليه فيها خير راه مزيان، الى هذا الاعتقال هذا ربي بان ليه فيها خير، لانه كون بغات تعتقل كنت اعتقلت مثلا شحال هادي، هاد الفتره تقدر فيها ليها فيها خير. الله يعاون اي واحد. هي إيه انا باش ما يبقوش كيروجوا الناس شي حوايج اللي ما هي ماشي صحيحه، راه هاد السيده انا ما بيني وبينها حتى شي حاجه، ما بيني وبينها هي الخير والاحسان. سيده الله يسال عليها، الله يعاونها، الله يجعل ربي يفك حلتها. الانسان ما بقاش كيخلطوا ولا تصيفطوا ليا تقولوا ليا راه ربي راه جزاها، انتم تعاقبتوا حتى هي خصها تعاقب. هذاك الشيء بالدرجه الاولى هذاك الشيء ديال الله. الا انا بغاني ربي نتعاقب راه تعاقبت، ولا هي بغا ربي بغاها تعاقب راه غتعاقب، لانه داك الشيء كامل نتاع الله. لانه انا كنت كنسمع هذا الشيء تيقول لك راه ما كيحكم العبد حتى تيحكم الله، ما كيحكم العبد حتى كيحكم الله. لهذا الاخوان ما بقوش كنخلطوا الامور. سيده اختنا مواطنه مغربيه كتحمل البطاقه الوطنيه مغربيه، الله يسهل عليها صافي. ونشوف غلطات في شي واحد لا شي وحده ولا شي حاجه، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه صافي. اللي فات مات، الله غفور الرحيم، راه الله غفور الرحيم، بلا ما نبقاو كنزيدوا الطين بالله، الله يجعل شي بركه السيده. راه شوف راه هاد الربع سنين غنكون معاكم صريح، شتي ديك الفتره نتاع الشهر اللي تمتعنا حنا بها، حنا بالصراحه في شهر راه عشناها اكثر من عام شهر، الوغ هي عاشت اربع سنين نتاع الصراحه، كيفاش غتكون؟ انا نقول لكم واحد القضيه، اقسم بالله الى دنيا غتكون نعسات البارح مرتاحه، البارح غتكون نفسانيا غتكون ارتاحت، قبل ما غتكونش كتنعس مرتاحه، لانه داك الضغط اللي كانت كتعرض ليه، دوك الضغوطات، دوك الاكراهات اللي كانوا عشناهم وشنا شنو واقع وبزاف تاع الحوايج، محالوش غتكون كانت مرتاحه نفسانيا. شتي مني غتكون مشات البارح غتكون نعسات، غتكون نعسات مرتاحه مسكينه، لانه قلت لك حنا ملي تمتعنا بالصراحه واحد الشهر ما كناش كننعسوا، كان النهار كيدوز عندنا ما عرفت باش كحل، حتى نهار استنفت عندنا النيابه العامه وتم الامر بالايقاف ديالنا كيوقع عليها هي البارح، هاكوك حنا عشنا هذاك الشيء. لهذا الاخوان الله يدي لها شي مسلك ديال الخير، الله يفكو حلتها، الله يعجل باطلاق الصراح ديالها. راه السجن راه ما تبغيش العدوك، هي باش نشرح لكم، السجن ما تبغيش العدوك، راه السجن ما تبغيش العدوك نهائيا، راه ماشي تنقول لكم هادشي حيت السجن فيه شي حاجه، لا، لانه كي قلت لكم راه اللي في السجن هما الاول الاطفال، راه اللي في السجن هما الوالدين، راه اللي في السجن هما الخوت، راه هي ديك التكرفيصه نتاع الزياره نهار تتكون جاي للزياره راه تكرفيص، ما كندويش انا على الملذيات، الله يكون في العوان، دنيا راه ممسك عليها الله عندها من الامكانيات ما تندويش حنا على الامكانيات، ولكن داك التكرفيص، داك التكرفيص باش يجي يوقفوا قدام السجن ويتسناو باش يدخلوا يزوروك، انت راه جالس في البانوار كتسناهم يدخلوا، وهما راه مساكن هذا والديا كانوا تيجيو مع 6 الصباح باش يدخلوا هما الاولين،
هو دابا هي والديها يجيو من كازا ووليداتها وهذا وهذا وهذا. الله يكون لهم في العوان الاخوان، اقسم بالله الله يكون لهم في العوان، الله يكون لهم في العوان الاخوان، لا حول ولا قوه الا بالله. تنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.